ولمزيد من التفاصيل عن الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء ينضم إلينا من العريش كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك وماذا أيضا عن أجواء الاحتفالات؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، وكل عام والشعب المصري بخير بمناسبة عيد تحرير سيناء. هنا من مدينة العريش وشمال سيناء، وهذه أرض الفيروز التي بالفعل يعني يحتفل بها اليوم الشعب المصري في الذكرى 41 بذكرى التحرير، ذكرى النصر وذكرى عودة آخر شبر مصري ورفع العلم المصري، بالطبع رفع العلم المصري في 19 مارس، واليوم هو اليوم الاحتفال بعودة كامل سيناء كامل الأراضي المصرية. هنا من تحديدا من مدينة العريش ومن أمام مبنى المحافظة بدأ صباح اليوم بوضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول هنا من أمام مبنى محافظة شمال سيناء. بالطبع هذه الذكرى تخليدا لذكرى الشهداء، شهداء القوات المسلحة وشهداء الشعب المصري بالطبع الذين ضحوا بكل غالي ونفيس من أجل عودة الأرض. بعد ذلك يعني ستبدأ جزء كبير خاص من الافتتاحات المختلفة لعدد كبير من المدارس التي سيتم افتتاحها اليوم، إما تم إنشاؤها جديد أو حتى تم تجديدها بالفعل. وبجانب وضع إكليل الزهور، ربما يعني الكاميرا ترصد من خلفي الآن، هناك تجمعات كبيرة احتفالا بهذا اليوم من أهالي مدينة العريش، خصوصا بعد عودة الحياة لطبيعتها هنا في مدينة العريش. يعني هذه الاحتفالات نرى الشباب الخاص بمراكز شباب مدينة العريش، وأيضا بعض الشباب الذين سيكون هناك ماراثون رياضي يتحركون به اليوم احتفالا بهذه الذكرى السعيدة، إما بالدراجات كما نراها الآن أو حتى بالشباب الصغار الذين يشاركوا من جميع الألعاب المختلفة منها حتى ألعاب الكاراتيه وغيرها من الألعاب، ويرفعون الأعلام التي تتحدث أيضا عن عيد تحرير سيناء. وبعد ذلك سنبدأ في خطوات الافتتاحات الخاصة بالمدارس، ولكن ستشمل الافتتاحات بشكل عام عديد من القطاعات والمجالات، ليس فقط المدارس، ولكن سيكون هناك أيضا تكريم لعدد وتخريج حفلات تخريج لعدد من الممرضين والممرضات هنا في مدينة العريش، وتحديدا الممرضات القابلات، وهم الذين يولدون يعني التي تساعد في توليد المرأة بشكل عام هنا في مدينة العريش. بعد ذلك أيضا سيكون هناك احتفالات مستمرة على مدار الأيام القادمة، إما ستكون بافتتاحات أو حتى حفلات خاصة بقصور الثقافة، قصور ثقافة العريش، وحفلات فولكلورية تحكي أيضا وترصد قوات جهود القوات المسلحة والجيش المصري وأهالي سيناء في يعني عودة الأراضي المصرية في يعني بعد حرب 73، بعد الحرب المجيدة 73. هذه نقطة. بعد ذلك أيضا ستكون هناك الاحتفالات مستمرة لافتتاحات أخرى لمراكز شباب جديدة تم تطويرها بالفعل وبحضور عدد كبير من الوزراء، ومن ثم سيكون هناك أيضا احتفال كبير على شواطئ العريش وإحدى القرى السياحية في العريش بوجود أيضا المغنيين المشهورين ومن أمثالهم يعني الكينج محمد منير سيتواجد في مدينة العريش، وهي أيضا رسالة من مدينة العريش من أرض الفيروز للعالم أجمع أنها ما زالت أرض السلام، وهي رسالة أمن وسلام خصوصا بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها مدينة العريش وقواتنا المسلحة في التعامل مع ويلات الإرهاب، ولكن الآن عادت الحياة لطبيعتها بالكامل. لذلك الاحتفال اليوم هو عيدين، وليس فقط عيد تحرير الأرض وعودة الأرض، ولكن أيضا احتفال بالتطوير، احتفال بالتنمية، وهذا ربما ماراثون أيضا هو تشجيع على فكرة التنمية وتوعية بأهمية التنمية، التنمية الاجتماعية، التنمية التعليمية، التنمية الثقافية بشكل عام. لذلك جميع المجالات تشارك في هذا الاحتفال وهذا العيد بتحرير سيناء، وكل عام ونحن بخير. والآن أعود إليكم مرة أخرى. نعم، شكرا جزيلا لك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري.